بسم الله. الـ AIA American Institute of Architects Document E202 اللي صدرت 2008. الوثيقة دي عبارة عن ايه؟ الوثيقة دي عبارة عن اتفاقية بين المالك وبين الناس اللي هتعمل موديل، تمام؟ فهي دي مجرد تذكير ببعض النقط، فانت بتاخد النقط الرئيسية وتبدأ تكتب عليها. يعني قبل كده في شركة من الشركات كنت رايح ارجع على البيم، فبقول له فين الاتفاقيه، فجاب لي الورقه ديت بدون اي تعديل، يعني مش مكتوب اي اسامي حاجه خالص، يعني مش مكتوب بتوين مثلا بين اريبيا وشركه كذا، لا هي هي كده، واخدها وحاططها قدامي. فده مش صح، ده دي الوثيقه ديت انا ابدا ملف وورد واكتب بقى ايه الاتفاقيه ديت اتعقدت يوم كذا، واكتب التاريخ واكتب الشهر واكتب كل حاجه، واكتب المالك هيبقى مين، واكتب الشخص اللي هيعمل الموديل هو مين، تمام، والاتنين بيمضوا عليها، ونكتب معلومات عن المشروع. وهنا بيفكرني بالنقط الرئيسية اللي لازم تكون موجودة في المشروع بحيث ان احنا ما نختلفش بعد كده، تمام. هنا بيبدأ يحط بعض التعريفات. لاحظ ان الوثيقة صغيرة 9 صفحة، تمام. انت ممكن تكتب بعض التفاصيل تزود عن كده بكتير، وممكن تقلل براحتك. يعني ممكن الديفينيشن خلاص الناس كلها عارفة ايه هو البي اي ام، ايه هو اللي في الديفلوبمنت، ايه هو الموديل اليمنت، وما فيش اي اختلاف عليها، خلاص ممكن تشيلها، تمام. هي محطوطه بحيث ما يبقاش في حد مش فاهم الجمله دي، او في حد دماغه كلمه تانية، تمام. البروتوكول، الكوردينيشن، الفايل فورمات اللي احنا هنسلمه في الاخر المشروع، الموديل مانجمنت، مين اللي هيدير المشروع، كل مرحله من مراحل المشروع، المسؤوليه بتاعت الموديل، مين المسؤول عن الكراش ديتكشن، مين المسؤول عن اللي ليه حق ان هو يفتح الموديل، مين ليه حق التعديل في الموديل، مين ليه حق ان هو يصل ليه الملفات. ممكن في الاتفاقيه مثلا نتفق ان المالك من حقه، وده ده شغل حقيقي، ده في المشروع اللي اشتغلت فيه كان مكتوب كده، العقد ينص ان المالك من حقه اي يوم في الاسبوع اي ساعه في ال 24 ساعه يوصل احدث نسخه للموديل، تمام. يعني لازم تكون اونلاين، كلمه سر وباسورد وكده، يدخل على الموقع يشوف اخر تحديث للموديل، تمام. فده كان شرط، وكان يلغي العقد كله لو هو في مره مرات ما قدرش يشوف اخر تحديث في الموديل، تمام. فمهم جدا ان احنا نكتب الاتفاقيات، ونكتب ايه الحاجه اللي الملك عايزها، لو في اي متطلبات هو عايزها، لو في اي تفاصيل. هنا بنتكلم بقى على ليفل اوف ديفلوبمنت، تمام. بنتكلم على الاستخدامات بتاعت الموديل، هنكتب مثلا الأوديمية هيبقى كذا، وهيستلم يوم كذا، وهنحط فيه كذا، ويستثنى منه كذا. الاستخدامات بتاعت الموديل هنعمل منه سكادول، هنعمل منه كوست استيميتنج، هنعمل منه سولار اناليسيس، تمام. الأوديمتين الاستخدامات اللي احنا هنستخدمها، الكلام دوت ده ارشادي، انما ممكن انت تزود وممكن تحذف زي ما انت عايز، تمام. لان كل مشروع بيبقى له حاله خاصه، ما فيش حاجه اسمها انا شغلت مشروع بطريقه يبقى لازم كل مشروع بنفس الطريقه، لا. احنا بتبدا تشوف ايه الكلام ده مناسب للمشروع دوت ولا في اي تعديلات، تمام. يعني ممكن تشيل ال دي 500 خالص، انا مش هشتغل ال دي 500 في المشروع دوت، ممكن شركه ثانيه تدخل تعمله، لان انا ما عنديش مثلا ليزر سكان. انا بقى بتكلم على اهم العناصر اللي في الموديل، تقدر تضيف اي حاجه انت عايزها، تقدر تحذف زي ما انت عايز. ده سكادول، هتلاقي جدول الاكسل ده موجود في الشرح برضو. بيقول لك هنا الفاونديشن هيبقى مثلا ليه رمز معين، طب في كل مرحله من مراحل التسليم هنسلم ال دي كام، ممكن تقول له هنا انا مش هسلم العنصر دوت في المرحله ديت، هسلمه في المرحله اللي بعد كده، وهكذا. ممكن تلغي الجدول ده خالص وتعمله في جدول اكسل وتسلمه مع الوثيقه، بحيث تكون متفقين الحاجة دي هسلمها لك أو مش هسلمها لك. ممكن تتفق معاه إن مثلا الهناجر أو السبورتات بتاعت السيلينج أو بتاعت الضغطات أو بتاعت كذا مش هعملها، مجرد هاخد سكاشن وبرسمها 2D، مش هحطها 3D لأنها تقال موديل، ومش هينفع أحطها في كل موديل المشروع كبير.